بسم الله، دلوقتي هنتكلم مع بعض كلام هادي وجميل ان شاء الله على موضوع الماتيريال، ودي حاجه مهمه جدا في برنامج الاوكوتيكت على اساس تطلع لنا الحسابات بتاعتنا مظبوطه. فرض ان انا عمل الزون التحتي بالشكل دوت، تقدر تكتب الارقام لو انت عايز، يعني تقدر تكتب هنا كده مثلا 8500، تمام، وبعد 8500، وبعد كده تدوس اسكيب عشان تخرج من الامر. هيقولك سمي الزونه بتاعتك، سماها اي اسم انت عايزه، وبعد كده هتيجي هنا تبدا تختار الزونه بتاعتك. تقدر تديها اللون اللي انت عايزه، تمام، اللون الفحلوقي دوت. وبعد كده تقدر تيجي تختار هنا مثلا من الموديل كونتكست اللي هي البيئه اللي انت عايز تشتغل فيها، مثلا بالشكل دوت عايز تشتغل فيها على هيئه 3 دي باك جراوند، على هيئه 3 دي انكلوجر، زي ما انت عايز. وتقدر تكبر في الجريد، بدل ما هو 1000 مثلا تخليه 2000، طبعا 2000. وتقدر تيجي خلينا نرجع للشكل الاولاني، تمام. اهم حاجه قبل ما تبدا شغل ان انت تظبط المكان بتاعك، فايند، وتختار اللوكال بتاعك مظبوط، دي لازم ما ننساهاش، تمام. يعني الاعدادات بتاعتك مهمه جدا، هتقول له انا موجود في كايرو او عايز اشتغل في كايرو، تمام. مش هروح اشتغل في مدينه كايرو، المشروع بتاعي اللي انا عايز اعمل الاعداد بتاعته موجود في كايرو. وبعد كده عايز بقى اعمل سيلكت لكل الحوايط، تمام. انت منها تقدر تختار اذا كنت تتعامل مع النوتس مثلا، النقط، لما بتعمل سيلكت على حاجه بيعمل سيلكت على النقط، تمام، وتقدر تعدل فيها وتنقلهم، تدوس على اي واحد فيهم مرتين وتنقلهم، او تتعامل مع الزونز في خصائص الزون. هي تقدر تغير اللون، تغير تخليه هيدن، تجمده، تقفله، زي ما انت عايز. دلوقتي هندخل على موضوع الماتيريال، تمام. دلوقتي انا عايز اعمل سيلكت كل الحوايط، فهاجي من سيلكت اقول له سيلكت باي المنت تايب، واقول له انا عايز كل الحوايط. فهي الحوايط كلها واخده النوع دوت، بدوس عليها، دي الخصائص بتاعته. تقدر تغير اليو فاليو، تقدر تغير السولار، تقدر تغير ثيرمال، مجرد تدوس هنا وتكتب الرقم اللي انت عايزه، مثلا خليها مثلا 1.8 مثلا، تمام. تقدر كل الخصائص اللي انت عايزها تغير فيها اللاير، تقدر تدخل هنا تلغي اي لاير انت عايزها، وبعد كده تضيف اي لاير انت عايزها برضه، تمام. ممكن تيجي من هنا تقول له انا عايز اشتغل مثلا في الستون، تختار اي ستون انت عايزها، اد تو لاير، فتبدا تحطها، وتختار السمك اللي انت عايزه، الويتس اللي انت عايزه، خلي ده مثلا 5، تمام، والكوندكت قد ايه، تمام. كل الخصائص دي بتتغير للحوائط دوت. طب انا ممكن اعمل حوائط تاني واسميه مثلا وول اي، تمام، واقول له اد نيو اليمنت، فيضيف لي الجزء ده الحوائط. من هنا تقدر تخش مثلا في السيلينج وتعدل المعلومات الخاصه بالسيلينج، تمام، يعني كل نوع من انواع السيلينج بتلاقي الخصائص بتاعته، بحيث ان انت مجرد تختار السيلينج تلاقي الاعداد دي كلها جاهزه فيه، يعني اليو فاليو، السولار، والليرات برضو موجوده، تمام، حسب الويتس اللي انت عايزه. كل الاعداد دي هتلاقيها جاهزه اول ما تشتغل عليه. وتقدر برضو تيجي هنا من بربرتس تغير اسمه وتضيفه، وتحط هنا الوصف بتاعه، تمام. وتيجي من هنا اد نيو اليمنت، او في عنصر مثلا متضايق منه تقدر تلغيه. ده باختصار فكره الماتيريال في برنامج اوتوديسك ايكوتكت اناليسيس.